لينوفو أطلقت مجتمع ليجن أو ليجن كوميونيتي في الشرق الأوسط، وهذا الخبر جدا رائع لمحبي الجيمينج، إنهم يلتقون مع محبيهم من اللاعبين والمحترفين وأيضا المتخصصين في اللعب بأجهزة ليجن بأنواعها. عموما مو بس كذا، فتحوها في الشرق الأوسط، بالإضافة خصصوا جائزة للي بيحط صورة للتجهيزات حقتها أو الجيم سيتاب عندك البي سي وكيف أنت تلعب والماوس وكذا، وإن شاء الله راح تكسبون جائزة مقدمة من لينوفو مباشرة. ادخلوا على الرابط التالي وسجلوا وشاركوا بصورتكم، وأيضا شاركوا مع كثير من الجيمرز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معكم طارق الجاسر وأيضا الصديق عزيز دو. اليوم في تحدي سبرايز مي لينوفو، وبشهر أبريل زي ما هو ظاهر لكم في الشاشة، لينوفو شارسلوا لي هذا الشهر تحدي غريب جدا، يعني أول مرة يمر علي تحدي، يعني بمناسبة يوم الضوضاء العالمي والحفاظ على الهدوء وهذه الأمور، قالوا أنه اختار لعبة وحاول أنك ما تصدر فيها أي صوت. فتذكرت في لعبة اسمها It Takes Two، اللعبة هذه في واحدة من المراحل تحاول تمشي بين حيوانات الخلد وهم نايمين وتعدي بينهم بدون ما يصحون. فإحنا تزامنا مع يوم الضوضاء العالمي أو الحفاظ على عدم الإزعاج بنتقيد في هذا الموضوع. طيب قصر صوتك من الحين يا دو، بتفضحنا. اوكي حسب قصدك المايك وقفت انا. طبعا زي ما تشوفون انا استخدم لابتوب ليجن الفيلق، وهذا وحش في الاداء، لابتوب من اكثر اللابتوبات اللي لاحظت فيها اداء عالي، انفيديا جي فورس ار تي اكس، ايضا المعالج انتل الجيل العاشر، احدث التقنيات، الشاشه اي بي اس، عندنا تصميم الجهاز رائع، في مواصفات كثيره في هذا الجهاز. اذا حابين تتعرفون اكثر على مواصفات هذا الجهاز وعلى ايضا مثلا ايش الالعاب او القدره اللي هو يقدر يشغلها، طبعا الجهاز مساحة التخزين الموجودة فيه هي من نوع NVMe PCIe، وتعرفون هذه شيب صغيرة مربوطة في المذربورد تسمح لنا بنقل البيانات بسرعة، ومفيد هذا الموضوع جدا في الجيمينج، والجيمرز يحبون دائما أساسا متطلبات الجهاز أنها تكون يسحب الجرافيك من ذاكرة التخزين أو من وحدة التخزين عشان يبدأ يتعامل معها ومع الرام ومع المعالج. فالمعالج من انتل الجيل العاشر i7، وأيضا الرام يصل إلى 32 جيجا بايت. الجهاز جدا رائع من تجربتي، وأكيد أنتوا لو تدخلون على قناتي على اليوتيوب بتحصلون التحديات السابقة كانت كلها عن طريق الليجن 7 أو لابتوب لينوفو ليجن 7. انتبه، اوكي باقي القليل. احس حتى انا بطيح. في الطبيعه ما ودي اتكلم. انا كم بطيح على الطرف ترى؟ لا اعطيها 2 سبيس بعدين شفت. اوف اوه اوقف 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 اوقف، لا هدو. لا يا اخوي شف، انت اول شيء تسوي الدبليو عشان تمشي بعدين سبيس وشفت ما وزنتها صح. ايوه يلا ما علي والله لو قام يا ولد جونا والله كان على اخر لحظه. اعطيها سبيس يمين ويسار. ايوه خلاص بس سبيسات. اللعبه ممتعه، ميزتها انه ما تقدر تلعب لحالك، مستحيل اساسا ما تفتح اللعبه الا اذا كان معاك شخص اونلاين تلعب انت وياه.
تعرفون في بعض الألعاب تكون مالتي بلاير وشخصين وهذه أونلاين. يلا شوف الحين في اللعبة هذه التعاون اللي فيها مرة جميلة. شوف الحين بسوي أنا فيل أوكي، فلازم أنا أكون أسق الزرع عشان يطلع وهو يستعمله. يلا تعال الحين برضو نفس الكلام، هدوء، أمشي تمشي معي في الثيل. يلا أوه أهدى أهدى. طيب ليش توقف؟ يلا روح روح روح، لا توقف. ها مرة لا توقف، نط نط انت فوق. استنى انا بدخل من تحته. يلا يلا بجيك بجيك من هنا. لا لا ارجع ارجع ورا شوية. لا 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 اوكي ما عليك، وضعتك وضعك تمام. يلا روح يلا روح، لا توقف، امشي 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 على طول، امشي امشي ما عليك. قاعد امشي قاعد امشي. لو 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 لا تمسكتون. قام يتقلب. اوف ها عطس عليك. كيف ريحة فمه؟ مرة معدوم. لا وقف 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 وقف. اوكي ايش؟ لا يصير كذا. سلمنا. لا لا هي لازم لازم كذا. لا بس المفروض انت سقيت شوي ووقفت. صوت الموية. هذول نايمين ما نبي نقوم احد فيهم. اهم شيء ان نعدي ونسلم ان شاء الله. يلا روح لا توقف ها لا توقف. اهلا والله اعطاه القلبة والله قاعد يحتريك ذا. يلا لا توقف انت بدو لا لا اصبر لا لا توقف لا توقف انت عليك عليك. يلا راح نط نط نط. انتبه وانت تسقي هذه، انتبه وانت تسقيها. يلا اسقها شوي ووقف لاحظ يعني، ولا تصب عليه مويه. ايوه من هنا ولا الجهه الثانيه؟ ايم ايم اول شيء ايم من هنا يوصل. اي يوصل يوصل، لانك اذا ايمت ومس لا 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 وقف وقف وقف. ايم اول شيء لين تلقط عليها. ايوه يلا الحين بعد اسك شوي. ايوه هدوء. يلا روح اطب. اي ايش استنى استنى انا باقي ورا. روح روح نسيتني تنطف. اروح وين انت نطفار؟ اوكي انا طريقي غير. ايه انت 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 هدو هدو هدو. يلا عندك فوقك هذه تعلق عليها بعدين. اصبر ولا تروح يمينه. اي تتعلق عليها هذه. الله يشفي. لا لا استر استنى استنى خليني يطلع حرف الاف او حوالينها دائره. راح يرجع فوق. اي وارجع بعد. روح ارجع ارجع ارجع. ايوه ايوه أوكي. يلا الحين نط عليها واضغط الاف. لا يا حبيبي لا يا حبيبي. قطع قطع قطع. والله ما جلف نطيت ولا جلف. لا لا ما تنط في مكانك، لازم تقرب لها عشان تكتمل الدائرة عرفت؟ اي روح لها نط على قدام وانت الدبليو عرفت؟ ايه بيكتمل الدائرة اذا نطيت ومشيت قدام يعني. بسم الله. ايوه اوكي نط علي. حاط لك انا العشب. ايوه جيتك. اوه والله انك قدمت، ترى انا تقدمت عنها. انا قدمت عشان اصيدك. اي صدتني صح. يلا لا توقف. قال لي لا توقف. شفتك وقفت. اي روح روح. يو ليف مي. طيب طيب لا توقف ولا لا لا حبه 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 حبه. ها شوي 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 شوي. اوه اه
دقيقة تغير اللون ما عاد اشوف انا. لا اشوفها. استنى الحين. اي هذا شفته؟ ايه قاعد شو اسمه ايه اذا سوى كذا نروح. ايه من اليمين ها؟ صح؟ استنى استنى استنى. واحد اثنين ثلاثة. يلا. ثلاثة. عجل. يلا يلا يلا. أوه. يلا كذا لا توقف ها قدام الدم سالم. والله لعبة توتر جدا. انا مره متوتر ترى. يلا انا خلصت. نط نجونا. لا باقي الظاهر. لا خلاص نجحنا. لا لا روح يسار انت روح يسار. ما له دخل يسار ولا يمين. على بالي انا قاعد اسوي استراتيجية. يلا اضرب اضرب يلا. اضرب بالمحش اللي معك. والله انه التحدي يخليك متوتر. انا اصبع علق لاني ضاغط على الكنترول. الظاهر الحين يا فيها هدوء او فيها ملاحق. والله اهربوا. عجل عجل عجل. ليش نطلع صوت؟ اوه اوكي اهرب اهرب. شفت 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 حسبته عرض دعاي. شفت شفت روح 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 انا طحت. ها ايه خلاص يلا اطلع اطلع اطلع. والله ما شفت الطريق. يلا يلا يلا. اوه ثاني الجري العكسية دي دوختني. اوه تغيرت الكاميرا. ايه حتى التحكم مرة صار صعب. اوه لانه عكسي. لا 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 لا. حاشونا بالتحدي ذا معكوس. ايوه عجل عجل. اوكي الحين شكل الكاميرا بتجي على جنب. اشو ونشب. اوه عد السلامات. وش قدامنا الحين؟ وش تضغط انت؟ الكنترول. ايوه اي كنترول. انا قاعد اضغط اللي كليك يسار. اوكي اوه ما طاح على فمه. حركة الباب عرفتها. يلا 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 اضرب اضرب بالكنترول. روح خل ننزله. اضرب مسكين. يلا يلا الهروب الهروب الهروب. يمين روح يمين. والله ما دريت. اوه عجل عجل. يلا شف السبيسز. لا يا شيخ رحت. يلا ارجع 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 ارجع. اف اقول صحة وكلهم. انا ويني؟ ما ادري والله انا ما ادري ويني. يلا 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 وراك وراك. يلا يا شيخ يا ساتر. اوه جانا واحد ثاني جانا واحد ثاني. ارجع 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 تحت تحت. اوكي لعبة جميلة جميلة هاللعبة. اوف 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 شفت السلو موشن. ايه اقول اقول شو سوي. أشوة أخيرا خلصنا هذا التحدي الصعب. هذا لا ترى الضفادع تاكسي تدري. شوف اللوحة التاكسي. تاكسي. أيوة. بس هذا كان هو التحدي من لينوفو والحمد لله رضحناه. بس يا دو أنت إن أكلت مرة واحدة. ما عليه ما عليه ضيعت الطريق.
بس الحمد لله كملنا التحدي، أمورنا تمام، وقبلنا تحديكم يا لينوفو وكسبنا. طيب شكرا لمتابعة هذا المقطع، واتمنى ان شاء الله انه عجبكم يعني اللعب اللي احنا سواء في التكستو ولا في كول اوف دوتي. هذه اطيب تحية، كنت معكم انا طارق الجاسر وايضا عبد الله دو، وان شاء الله انتظرونا في تحديات قادمة، عندنا العاب كثيرة جامعينها لكم، وان شاء الله فالكم الفوز والتوفيق. وش عندك كلام تختم فيه عبد الله؟ الله يعطيك العافية وشكرا لك على تحتك هذه الفرصة، نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. يلا في امان الله. في امان الله.